مرحبا شباب، النهارده الماكينات اللي انتوا شايفينها دي الاول جنرال، هنبتدي تعليق. هنرفع الماكينات دي كلها النهارده على الفونديشن ونبتدي نركب الاندور يونت، ومن بعد كده نعمل لهم ننزل البايبات والكابلات الكهرباء ان شاء الله نشبكها معاهم عشان تبقى جاهزه على الكوميشننج والتشغيل. احنا عندنا الطيب ده كله اول جنرال، في ماكينات منه 3 طن وفي طن ونص موجود. فيها دي 3 طن اللي انتم شايفينها. المكنه اللي فوق ديت اسبلت داكت، الاندور يونت ديت دي اسبلت داكت. اوكي، بقيه الماكينات اللي زي ديت دي كله ده ديكوريتيف، والماونتد اللي هو بيتعلق على الغول ده كله بالكامل. اوكي، الماكينه الاوتدور يونت ديت دي طن ونص، دي طن ونص. كل الماكينات هنا ماركت اوجنرال. دي الماكينات دي كلها تركب على الغرف اللي زي دي، اللي زي الترانسفورمر روم اللي احنا موجودين فيها حاليا. يعني في مكانتين البايبات اللي طالعه ديت دي درين لاين،